وقت بيتحول الذكاء الاصطناعي من اختراع لخدمة الإنسان وتحسين حياته لعدو واضح وصريح ومساهم بشكل مباشر باختفاء الحس الفني الإنساني. مرحبا وأهلا فيكم فيديو جديد. ما رح أحكي اليوم عن الروبوتات والذكاء الاصطناعي والكمبيوترات إنه بدهم يطوروا من حالهم وسيقضون علينا وسيبيد البشرية وهالحكي الفاضي. هذا كله حكي كتير بعيد وكتير مستبعد. المهم اليوم رح نحكي عن واقع وعن مشكلة حقيقية عم نعيشها، وهي قدرة الذكاء الاصطناعي على الإبداع وخلق الفن، رسم، تصوير، موسيقى، كتابة وإلى آخره. ورح نحكي عن شيء فعليا خطير، وهو تأثير برامج الذكاء الاصطناعي إذا تم استخدامها غلط على الرأي العام. Let's get into it. خلينا نبلش موضوع الرسم والجرافيك ديزاين. شيء كتير متعب وكتير صعب إنه تكون جرافيك ديزاينر. الصعوبة بتبلش بأول مرحلة وهي فكرة المشروع، ومن بعد تنفيذه التعب والوقت والجهد والقعدة ساعات طويلة على اللابتوب. حاليا كل هذا المجهود البشري والحس الفني الإنساني نقدر نستغني عنه بكبسة زر. ألو الذكاء الاصطناعي، يعطيك العافية، بدي وصي على لوجو من بعد إذنك. ايه شركة تصدير تفاح، ويكون هيك حلو وسامبل، ما بحب يكون فيه كتير تفاصيل. استخدم اللون الأخضر واللون الأحمر. صار عندي؟ شكراً، يعطيك العافية، باي، شكراً. المشروع يلي بياخد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة مع الجرافيك ديزاينر بياخد مع الذكاء الاصطناعي 30 ثانية بس. هاي ما حكينا عن الرسم. ممكن أي حدا حالياً يقله للذكاء الاصطناعي ارسم لي لوحة يكون فيها بيت وشجرة وبحيرة وتكون بأسلوب ليوناردو دافنشي، وبكبسة زر بتكون اللوحة جاهزة. وين أيام التعب والسهر وخلط الألوان والمنظور والأبعاد والظلال؟ كله نسف بواسطة الذكاء الاصطناعي. منكمل بموضوع الموسيقى والأغاني. ألو الذكاء الاصطناعي، يعطيك العافية، بعرف عبعزبك اليوم. طيلة على بالي أسمع غنية لويتني هيوستن من بعد إذنك، اسمها I have nothing، بس بدي أعزبك، ممكن تكون بصوت أحلام؟ Oh, come on. أحلام الملكة أبغى كنتاكي، هاي نفسها. شكرا، يعطيك العافية، باي. مو بس هيك، مع الأسف هلأ أنا بقدر أكتب غنية وأقول له للذكاء الاصطناعي سجل لي إياها بصوت فيروز، بصوت مايكل جاكسون، بصوت ويتني هيوستن، بصوت إليستا، بصوت أي حدا. وبقدر كمان أكتب غنية وأقول له عمل لي ديو بين مثلا شعبان عبد الرحيم وليدي غاغا. والسؤال يعاد للمرة الثانية، وين أيام التعب والتدريب والنوتات ودروس الموسيقى؟ كله راح والنسف بواسطة الذكاء الاصطناعي. نكمل بموضوع الأدب والكتابة. بظن أكتر شيء ممكن يتأثروا كتاب الأفلام والمسلسلات، وحتى كتاب الروايات الأدبية ممكن يتأثروا. ألو أهلين ذكاء الاصطناعي؟ لا أنا مرتع بتحمم. عفوا ولا يهمك، بعتذر. طيب ممكن بس يطلع من الحمام يحكي معي إذا بتريد؟ تكرم عينك، هلا بخبره. شكرا. هلا باي. تخيلوا انه حاليا ممكن اي شخص يقله للذكاء الاصطناعي هاي مسلسل Game of Thrones فيه 7 سيزنات، اكتب لي لقله سيزن 8، او مسلسل Breaking Bad، او ليالي الصالحية، او الفصول 4، اي مسلسل رح يكتب سيزن جديد بنفس روح الشخصيات، ورح يخلق قصة وسيناريو وحوار، حتى ممكن يضيف شخصيات جديدة. ألو نعيما، اسمع ركز معي، بدي سيناريو لفيلم نهاية العالم،
والنهاية تكون عن طريق اصطدام كويكب كوكب الأرض. كل القصة والسيناريو بدي اياها تكون بأسلوب أغاثا كريستي كاتبة البوليسية. ايه تمام. مدته ساعة ونص مثل كل الأفلام. ايه اسمع، سوريا حاول تخفف الكوارث فيها قد ما بتقدر، ما بدي يصير فيها شي حاج أكتر من هيك، اجضل يعني. ماشي يلا، بده شوية وقت. ماشي شكرا شكرا، يعطيك العافية، باي باي. نختم بموضوع فعليا خطير ومهم، وهو إنتاج وتطوير فيديوهات مزيفة واستخدام صوت وصورة وحركات الأشخاص المهمين أو الشخصيات الاعتبارية، وهذا الشيء ممكن يصدقوه الأشخاص الكبار بالعمر أو الأشخاص الجاهلين. مو أي شخص بيقدر يميز إذا هذا الفيديو حقيقي ولا هو من إنتاج الذكاء الاصطناعي. طيب ليش خطير؟ لأنه ممكن يعمل مشاكل وبلبلة بالرأي العام والصحافة. كتير بشع فكرة إنه الفيديو اللي عم بشوفه هو فعلياً صار، هو حدث حقيقي ولا واحد فايق ورايق قعد وصممه وطوره على الذكاء الاصطناعي. ألو كيفك؟ آخر طلب لليوم معلش؟ إيه بدي فيديو للبوب فرانسيس. إيش بدي فيه؟ بدي شخصية تقيلة هيك اعتبارية، حابب أسير الجدل شوي. ماشي، وكمان زعيم البوذيين دالاي لاما يمكن اسمه، تأكد لي. إيه إيه حاج، بدي ياهن فيديو يكونوا بمؤتمر صحفي طارق وهام. ايه وبدي يحكوا ويقولوا انه في شانل على اليوتيوب اسمه البومة الحكيمة، واجب على كل حدا من اتباعهم يعمل له سبسكرايب. ايه وخلي يعملوا لايكات كمان، خلي يقولوا انه يعملوا لايكات على الفيديوهات. ماشي ايه، البوب فرانسيس خلي يحكي ايطالي، والدالاي لاما لغته ما صيني بظن، خلي يحكي صيني. ماشي بس تخلصوا بعتلي هاي زبتريد. شكرا شكرا، عم بعزبك، باي باي. شكرا. حاولت اني اعمل هذا الفيديو تبع البوب فرانسيس والدالاي لاما بصوتهم وصورتهم وحركاتهم، بس بما اني بسوريا ما قدرت لانه ما عندي وصول لكل موارد الذكاء الاصطناعي. بس اي حدا عنده شويه خبره ببرامج الذكاء الاصطناعي بيقدر يعمل فيديو لاي شخصيه عم تحكي شو ما بده، بيكون الفيديو واقعي بنسبه 80% وممكن كتير عالم تصدقه. بنهاية هاي الحلقة عزيزي المشاهد، الذكاء الاصطناعي تم اختراعه وصنعه لحتى يسهل حياتنا ويفتح أفق معرفية وعلمية جديدة، لكن برأيي الخاص خطورته بتتمثل بهالكم نقطة يلي حكينا عليهم. رح يتم الاستغناء عن الإنسان الفنان، رسام، مغني، كاتب، شاعر إلى آخره، لأنه مع الذكاء الاصطناعي الفن صار أدق وأسرع وأرخص بكتير. نختم هالفيديو على أمل انه يتم استعمال الذكاء الاصطناعي لخدمة الانسان والفن وليس العكس. شكرا عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة على مشاهدتكم لهذا الفيديو، لا تنسوا تدعموني بلايك او ديسلايك، تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات وتعملوا اشتراك على القناة حتى يوصلكم كل جديد. شكرا على المشاهدة، لنا لقاء اخر.